السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم حل مشكلة عدم القدرة على تشغيل التطبيقات المنزلة من غير الأب ستور في iOS 9، حيث قام الكثير من الأشخاص بتثبيت هذا النظام الجديد iOS 9 على أجهزتهم سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود، ويريدون تنزيل الكثير من التطبيقات، مثلا على سبيل المثال الهب ستور أو أي متجر آخر لتنزيل البرامج المدفوعة مجانا وبعض التطبيقات الأخرى. تطبيق ريتوش هنا نزلته من متجر الهب ستور، تطبيق الآي ريكورد كما ترى أمامك هنا. فكل هذه التطبيقات عندما تقوم بتنزيلها أول ما تضغط عليها لفتحها تظهر لك هذه الأيقونة، يقول لك بأن المطور غير موثوق، لا يوجد خيار وثوق وكانسل مثل iOS 8، ولكن يوجد فقط كانسل. الطريقة سهلة جدا، حيث يمكنك الدخول للتطبيق دون أن تظهر لك هذه النافذة، ويصبح التطبيق موثوق فقط بالانتقال إلى الإعدادات. بعد ذلك تنتقل إلى جنرال هنا، بعد ذلك تدخل إلى جنرال وتنزل إلى الأسفل حتى تجد خيار البروفايلز أو ملفات التعريف. عندما تضغط على بروفايلز ستجد هنا ملف تعريف خاص بكل تطبيق قمت بتنزيله من غير الأب ستور. هنا كما ترى هيب تكنولوجي كما ترى أمامك، عندما تدخل إليه تجد تطبيق الهيب ستور موثوق، وكل التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من خلاله موثوقة، لا يوجد داعي لكي تدخل مرة أخرى. فعندما تثق بهذا التطبيق لا يوجد أي مشكلة تدخل إليه بدون أي مشاكل. هنا التطبيق الآي ريكورد كما رأيتم غير موثوق، هنا أدخل إليه، طبعا هذا ملف التعريف الخاص بتطبيق الاي ريكورد. عندما ادخل اليه ستجد هنا اسم التطبيق وكذلك ايقونته امامه، يوجد يعني انه غير معرف او غير موثوق. فقط تضغط على هذا الخيار تروست هنا كما ترى امامك، بعد ذلك يظهر لك ايضا التاكيد، تضغط مره اخرى على تروست التي باللون الاحمر، بعد ذلك تروستين كما ترى يعني جاري التحقق او جاري الوثوق، وينتهي العمليه بدون اي مشاكل. عندما تدخل الى التطبيق يفتح لك وتدخل اليه بدون اي مشاكل وبكل سهوله، فقط تنتقل الى الاعدادات جنرال ملفات التعريف وثوق وتنتهي العمليه.